اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من الساده الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغده الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. استاذ حسام ازيك؟ تمام والله الحمد لله، كله تمام. والبرنامج اللي ما بنلحقش نخلص المكالمات، بس النهارده احنا اتاخرنا، فما اعتقدش اتاخرنا شويه لظروف، طبعا لظروف فنيه خارجه عن ارادتنا. نعم، فان شاء الله. بس يعني استاذنك يا دكتور، لاني انا في واحد من الخارج بيحاول يتصل بينا وعلى البرنامج بقاله شهرين وبيقول ما بيقدرش يوصل. طبعا مش عيب من حد، بس الفكره ان الاتصالات ما بتبطلش على طول. فلو اعرضه على حضرتك قبل ما نخش على الاتصالات. اتفضل. هو كان بيقول العمر 35 سنة غير مدخن، تعب في صدر الشمال منطقة القلب ووجع في ذراع الشمال، عملت تحاليل وأشعة ورسم قلب بالمجهود ورسم قلب عادي وإيكو، وركبت جهاز هولتر 24 ساعة وتحاليل غدد وكله طلع كويس، وللأسف الوجع موجود ويزيد وبيزيد بالليل، وكل ما اروح للدكتور يقول ما فيش حاجه، انا مش عارف اعمل ايه، ارجو المساعده ولكم جزيل الشكر. طيب، هو احنا بس محتاجين سؤال بسيط قوي. تمام. القلب اللي بيقولوا عليه ده 99% مش قلب قلب، ولذلك كل الفحوصات اللي عملها دي والتحاليل والاشعاعات المكلفه اللي عملها ومنها جهاز الهولتر والحاجات دي تكلفه على الفاضي. تمام. الاكثر يعني او الاكثر واقعيه اللي عنده ده الام في العضلات، عضلات القفص الصدري وعضلات الذراع، وممكن نتبينها ان هو اما ياخد نفس طويل عميق ممكن يحس بالالم مكان القلب اللي هو بيقول عليه، او ممكن اما يحرك الدراع يحس بالالم ايضا. فاحنا هنمشي على علاج بسيط لمده مثلا 10 ايام، هياخد بروفين 400 ملي جرام حباية بعد العشاء كل يوم لمدة 10 ايام. لو الألم ده جاله بعدها يبقى له ألم. طب ايه اللي هنعوزه تاني؟ كان المفروض نعمل أشعة على الفقرات، العمود الفقري، يعني على الفقرات العنقية والفقرات الصدرية. ممكن تكون مؤثرة على الصدر. الفقرات دي يا أستاذ أسامة تفضل بتضغط على الأعصاب اللي خارجة منها، فممكن يدي الألم، بس النوع ده من الألم يجي مع الكحة أكتر، يجي مع الحزق، أو يعني بيحزق. تمام. مثلا زي لو يكون حد عنده إمساك أو كده، أو كحة، أو إن هو يعني في ضيق في النفس، يبقى هو كده الألم يزيد. تمام. أيضا لو هو خبط راسه، بس هو ده اختبار احنا بنعمله، نخبطه على راسه كده الألم يسمع في الإيدين. فالمهم يمشي على البروفين 400 ملي جرام حبايه بعد العشاء مع كوبايه لبن عشان ما تتعبلوش المعده لمده ان شاء الله 10 ايام او 15 يوم، ويواصل. تمام. مع حضرتك تاني ان شاء الله. تمام. معنا اتصال من القاهره، ناخده يا دكتور. اتفضل يا فندم. استاذه سناء، السلام عليكم من القاهره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه وانت بالصحه والسلامه. ممكن يا دكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا استاذه سناء. مع سيادتك. تفضل. الله يخليك. اهلا دكتور. اتفضل. طعمك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا مدام سناء. انا بنت دكتور عندها شرخ، وراحت للدكتور وكتب لها كريم اكسترا وكلات رصاص ولاكتيلوز وزيلوكين. هي يعني ايه بقى لها اسبوع بتاخد الادويه، بس العلاج مش تمام برضه، يعني مش حاسه بتحسن، وهي خايفة من العملية، فممكن يكون في علاج ليها يعني عشان ما ندخلش في عمليات يا دكتور. طيب سنها كم سنة؟ عندها 35. طيب حاضر، شكرا جزيلا. مش ماشي. حامل ولا حاجة؟ لا لا ما فيش. طيب اوكي، شكرا شكرا سنة. الشرخ ده من الحاجات الصعبة جدا في علاجها، لان لازم المريض ما يكونش عنده امساك لفترة طويلة عشان يلتئم. والعلاج اللي هو الدكتور كاتبه فيه حاجات تمنع الامساك.
تمام. لان الامساك او ان هي الاخراج ما بيكون فيه يعني ناشف، فده بيعور الغشاء المخاطي المبطن للجزء الاسفل من القولون، من القولون من المستقيم بمعنى اصح. تمام. لان المنطقه دي مش مدعمه، يعني زي ما تقول كده ما فيش حاجه سنداها، فبتروح مشدوده الغشاء المخاطي، ممكن يروح عامل شرخ. الشرخ ده بعد شويه بيتليف وما يلتئمش. ما هو كلمه شرخه كده، شرخ يعني ايه؟ كراك. كراك كراك اللي هو ايه بالعربي؟ ما هو بالعربي هو الشرخ، يعني قطع كده، خط. وهو القطع ده متليف، احنا ربنا مغطينا الجهاز الغشاء المخاطيه المخاطيه اللي في جسمنا كلها متغطيه بطبقه زي السيراميك. تمام. الطبقه دي بتنمو وتلتئم، يعني ممكن الشرخ ده لو هو اتقطع النهارده الصبح يلتئم في الفوق في بقك. انت لو كلت حاجه سخنه وحرقت لك بقك وعملت فقيعه الصبح تلاقيها راحت، بتلتئم على طول 24 ساعه، نظرا لان المنطقه دي عاليه الكثافه الدمويه. بتغذيها بانسجه جديده على طول تهتم. والشرخ نفس الحكاية، بس اللي بيحصل للأسف ان التكرار الكتير بتاع الشرخ يلتئم ويتخرج عشان السبب ما راحش، فبيحصل حضرتك تليف. التليف يقوم يشد المكانين بتوع الشرخ، هو كده كده يقوم يشده بعيد، ما يعرفش يلتئم. زي ما يكون انت في جرح في الايد وما خيطتوش. صح، فبيبعد عن بعضه. طيب بقى العلاج مشكلة. ايه علاج الدكتور ده يا جماعة؟ نديله فرصة اللي هي، ويا ريت كمان احيانا الدكتور بيعمل تريح للعضلات بتاعه الحوض. تمام. هو عارف بيعمل ايه، هو هفهمني طبعا، بيخلي العضلات تبقى فكه عشان يخلي الشرخ يلتئم بسرعه، وتخليها على نفس العلاج. طبعا هو قال لها ممنوع الشطه والحلقه. لكن مفيش ميعاد معين تبقى محتاجه عمليه الموضوع ده؟ هو لو قدرنا انها من غير عمليه يبقى افضل. يبقى افضل. ممكن يرجع تاني لو السبب موجود برضه. طيب معنا اتصال تاني من بني سويف. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام محمد، اتفضلي. نعم يا فندم، اهلا بيكي. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. انا دكتور كنت وبطني معدتي كده وجعاني، فرحت كشفت، فالدكتور قال لي عندك التهابات في المعده وحموضه. سامعك، اتفضلي كملي. اتفضلي يا ام محمد. خدت علاج كتير بتاع المعده، ما دي اللي سنه ماشيه بعد باخد علاج، جلد تخف وترجع تاني. طيب عملت اشعه تلفزيونيه على البطن؟ عملت اشعه تلفزيونيه وعملت وكان جلدي بيوصل كده، عملت موضوع صوتي على الجلد برضه. على ايه؟ وعملت غده، كان بيجيلي خنجه دلوقتي يا دكتور، بقى خنجه وعالج على طول معاهم ميه كده. طيب بقى خلينا بس دلوقتي، احنا بنقول ألم البطن ده بتاخدي له علاج وبيتحسن وبيرجع تاني، بتكون وقفت العلاج ولا العلاج وهو شغال الألم بيرجع تاني؟ باخد العلاج برضه. يعني سواء في علاج أو مفيش علاج بيجي وبيروح لوحده. طيب والأشعة التلفزيونية عملتها آخر مرة إمتى؟ عملتها في جمعة شهرين كده. اللبن يريحك ولا يتعبك؟ اللبن اما تشربيه يريحك ولا يتعبك؟ اللبن ايوه، ومسكات او حاجه مجنيه كده كله بيتعبني. اللبن بيتعبك ولا بيريحك؟ لا بيتعب من اللبن. طيب في اسهال او امساك؟ لا مفيش امساك ولا حاجه. طيب حاضر، هجاوبك بقى في حضرتك. شكرا. ناخد استاذ سعاد. بالمره وبعدين طيب. نجاوب الاثنين ان شاء الله. استاذ سعاد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت انا عايزه الوان اوصل للدكتور عشان عندي سكر بقاله 40 سنه ومش عارفه اوصل له خالص. طب اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي الدكتور معاك يا استاذه سعاد. ماشي لو سمحت يا دكتور. نعم اهلا وسهلا. ماشي حضرتك انا عايزه اعرف الوان ليجي عشان انزل لحضرتك. طب ما تقولي ونعالجك احسن على الهوا. يعني ماشي. طب انا حضرتك انا
ماشي حضرتك. انا عندي 40 سنه دلوقتي، عندي سكر اطفال بقاله 8 سنين. وحضرتك لا استنى استنى سيادتك، استنى سيادتك، كل اللي انت قلته موجود معايا. لا يعني عايز اقول بس حضرتك دلوقتي انت سنك 40 سنه صح؟ هي عندها السكر من 40 سنه. أوه. ولا السكر من 40 سنه؟ السكر من السكر. اطفي التلفزيون، وطي التلفزيون سيادتك. مش وقت احنا اسمعينا من التلفزيون. ايوه لو سمحت استاذه سعاد، لو سمحتي بس وطي التلفزيون واسمعي بس، واسمعي من الموبايل. ها ماشي والله سمع حضرتك. حاضر. طيب. السكر حضرتك بقاله 40 سنه صح؟ لا انا عندي 40 سنه وسكر اطفال. طيب. وانا عندي 8 سنين. يعني السكر عنده بقاله 32 سنه عند سيادتك كده. حضرتك انا متابعاك من بدري. الوقت الموضوع عندي التهاب سكر برضه مع جاتلي، عندي التهاب جاتلي، ما هو مشكله في القلب برضه بعاني منها، السكر بيعلى ويقطع. اظبطه لو حتى انا حاسه بهبوط ولا حاجه ابص لها برضه، ما هو يعني عادي. انا عايز اوصل لحضرتك لو تديني عنوانك. حاضر. عايز اعرف مثلا بكريات شغال، هل هو ممكن البركيات دي تنشط بالسنين دي كلها؟ طيب مش عارفه اوصل لحل خالص. طيب. عايز اقول لحضرتك اوصل ليه. حاضر. سيادتك دلوقتي السكر الصايم بيطلع كام؟ السكر الصايم بيطلع 200 وبعدين بينزل خالص 100. واللي بعد الاكل بيطلع كام؟ لا بينزل، بينزل ل 71 61. طيب لا وصل ل 41 كمان. طيب وزنك كم كيلو؟ حضرتك ايه؟ الوزن، الوزن قد ايه؟ الوزن حضرتك انا 600 كيلو، نزلت الوقت 80 والوقتي حاليا 73. يعني كنت 100 نزلت 80 وبعدين 73. 73. والسكر عالي برضه. او عالي وبينخفض، الاثنين مع بعض يعني. اظبطه خالص. حاضر. طبعا في التهاب في رجليا، انا مش قادر انزل. مش قادر انزل السلم برضه زي ما انت ما قلت كده، زي ما قلت لما اخد الشوك بيطلع من رجليا. انا لما اجي انزل السلم لازم اسند على حد. يعني انا تعبانه تعبانه والله من كل النواحي. طيب مش عارفه اوصل لحاجه. اعلى سكر يعني عاده السكر لما بيعلى بيوصل لكام اعلى حاجه؟ لا هو وصل ل 600 وكتير والكلام ده كله، بس قالوا لي ده في التهاب خلوي وعالجته مع دكتور الجراحه. طيب ده لسه من شهر. في اسيتون بيظهر في البول؟ لا هو ظهر ساعه ما كانت عندي التهاب خلوي وخلاص راح ساعتها، هو اسبوع وراح. حاضر الف سلامه عليكي. حاضر هجاوب سيادتك. شكرا. قولي لي بس العلاج ايه معلش ما تقطعش عليه. مش عارفين يظبطوا لي السكر حتى. طيب السكر نفسه العلاج ايه اللي بتاخديه دلوقتي؟ في وقت 15 وحده اوكسجين، وباخد برشام اللي هو برشام. الو معاكي اتفضلي. اتفضلي حضرتك. باخد 15 وحده اوكسجين الصبح. ايوه. وكنت باخد 10 دكتور بلاقي حشا لسبب السكر بالليل بينزل خالص. يعني كنت بتاخدي 15 الصبح و10 بالليل، بقيت دلوقتي بتاخدي 15 ومفيش بالليل صح؟ بس الصبح. اسمه ايه الانسولين؟ 15 وحده انسولين بس. اسمه ايه الانسولين؟ ايه نوعه؟ اسمه ايوه نوعه ايه؟ النوع بتاعه اللي هو التامين الصحي ده، اللي هو يعني مش تامين صحي اللي بنجيبه على نفقه الدوله، اللي هو الانسولين اللي هو ميكس تارد اللي هو القلم من عادي اللي هو 28 جنيه. اسمه ميكس تارد. ايوه هو ده اهو. ميكس تارت 30 70 ها؟ هو ده اللي هو معكر كده زيت ابيض. ايوه اللي هو المعكر طيب حاضر. الف سلام عليك. شكرا شكرا. طب نجاوب معانا دعاء من الشرقيه ناخدها وبعدين نجاوب ثلاثه. طب فكرني دي ودي ودي. ماشي. طب ناخد دعاء من الشرقيه. السلام عليكم. بس مش اكتر من ثلاثه احسن. خلاص كده. اتفضلي يا استاذه دعاء. اتفضلي. دلوقتي انا عندي من فتره، عملت من شهر كده عملت تحليل
بقول طلع نسبة الصديد 100 100 في البول. طلعت نسبة الصديد 100. استني بس، سن كام سنة؟ عندي 27. أنسة ولا مدام؟ لا مريم. عندك أولاد؟ اتنين. أصغر واحد قد إيه؟ أصغر واحد عندها 6 شهور. كم؟ 6 شهور. 6 شهور؟ الصديد ده ظهر في الحمل الأولاني ولا ما ظهرش؟ بعد ظهر بفترة قبل ما أحمل في البنت الأخيرة، لقيت برضه تعبه كده وعملت تحليل قال لي في صديد بس ما اهتمتش، وبعد كده حصل الحملة على طول. وأثناء الحمل ما حللتيش بول خالص؟ لا بابا في تحليل طبعا عشان الحمل وكده. لا بول للسكر للصديد عملتي؟ لا لا لا، كان الدكتور بيديني بول علشان في صديد وكده على طول، كان بيعمل تحليل للصديد. طيب دلوقتي لقيت في صديد كتير وبعدين؟ في الم دايما في جنبه اليمين، بس دي عامله زي حشوه الكلى او ما اعرفش، في دايما في جنبه اليمين الم شديد على طول. طيب عملت سونار على الكلى يعني المسالك البوليه؟ لا ما عملتش، بس عملت مزرعه تحاليل علشان يطلع لي العلاج المناسب. اخدت مضاد حي بس ما حسيتش منه براحه خالص. طيب المضاد الحي وخدتيه على حساب المزرعه ولا من غير مزرعه؟ ايوه على حساب المزرعه تمام. وما جابش نتيجه؟ لا ما حسيتش بيهم نتيجه. كان ايه العلاج اللي هو اللي طلع في المزرعه؟ في منه حقن، الحقن 125 بس الاسامي مش متذكراها، ومطلع 5 انواع ادويه. لا المضاد الحي هو اللي يهمني. ما هو المضاد الحي اللي بقى اخدت منه، فاكره اسمه من الزول او حاجه زي كده، والله ما فاكره اسمه كويس. خدت كام حقنه؟ لا انا ما اخدتش الحقن صراحه، انا مش موجوده الصيدلي، انا مش موجوده. امال خدت بدالها حبوب؟ هي الحبوب اخدتها ما حسيتش بانها براحه بطلتها، بس في دلوقتي يا دكتور صداع دايما مستمر معايا على طول، وفي وشت في الودان اليمين، حتى ساعات جوزي بيحط ودانه بيسمع الصوت، بيسمع الصوت. عملت كشفت انف واذن ما لقيتش حاجه، عملت سماعيات ما لقيتش برضه، قالت لي السمع كويس. الوش ده مستمر دايما في وداني اليمين، في كل وقت بلاقيه الصوت عالي في وداني. طيب حاضر، الف سلام عليك، مع السلامه. طيب شكرا. هو احنا عندنا 3 حالات مش كده؟ الحاله الاولانيه دكتور ام محمد من بني سويف، حموضه والام في البطن واللبن بيتعبها. واللبن بيتعبها خد بالك. هو اصل في هنا اعراض بتتشابه مع بعضها. تمام. يعني القولون والمعده والمراره واحيانا التهاب الزائده الدوديه. يعني ممكن يدوا، وطبعا المعده هنا معناها قرحه معده او التهاب في جدار المعده او ارتجاع في المريء. تمام. اللي جنبهم ويتشابه ويبقوا زي بعض، وممكن ده يدي الشكل ده المراره. نفس الاعراض. التهاب المراره. اللي ابن عمهم التهاب الزائده الدوديه، ولا سيما لو كان المريض سنه صغير. تمام. وبعدين الاخير القولون. وخبر حضرتك مش الاخير، يعني ممكن نقول يعني من ضمن الحاجات الشائعه ممكن يبقى التهاب في البنكرياس، بس ده نادرا ما بيكون موجود. اعتقد ده عشان اللبن بيتعبها تمشي اكتر مع القولون او المراره. ممتاز. وبعدين في سؤال انا قلته لها، انت بتاخدي دواء المعده؟ دواء الحموضه ده اي حد يعرفه يعني، مش بياخدوه على طول كده الصيدلي بيكتبه، الدنيا ماشيه عليه تقريبا. كون انه يرجع واللي هي بتاخد الدواء ما يعملش كده غير القولون لو رجع تاني. لو رجع تاني اثناء الدواء. اثناء الدواء. ما يعملش كده غير القولون. يبقى شيء تاني. فاحنا يعني مع اللبن، يعني اللبن يتعب القولون، ان تاخد ادوية المعدة ترتاح، وبادوية اثناء ما بتستمر عليها الالام ترجع تاني، يبقى احنا هنعتبر ده قولون. فهندي حاجة اسمها ستيلابيت، حباية الصبح حباية بالليل، وهناخد كومبيزايم، ده حبوب برضو حبة وسط لك 3 مرات في اليوم، وهناخد برضو حاجة زي دوبرين حباية قبل الأكل بساعة 2 مرات في اليوم زي ما هي عايزة. تبعد عن الحادق والحراق والمسبك ومش عارف ايه، ده كلهم للأربعة دول لازم تبعد عنهم. العلاج ده أنا ما اديتش حاجة مسكنة تقريبا، ده علاج أصلي، تمشي عليهم لمدة شهر وتتصل بنا تاني. تمام. ده كان بالنسبة لأم أحمد. نخش على أستاذة سعاد. سعد اللي 40 سنة والسكر ابتدى عنها من 8 سنين، يعني السكر بقى له 32 سنة، وبتاخد وحدات انسولين
وعندها التهابات ومشكله في القلب ومشكله الانسولين. بارك الله فيك. هي فعلا حاله ما تعتبرش سهله، ولكن ما فيش حاجه سهله وما فيش حاجه صعبه. هي بس انا عاوز بس انوه ان عاده يا جماعه نهتم ان احنا نتعالج عن طريق الهواء هنا دلوقتي. تمام. معلش احنا فينا عيب يا استاذ اسامه ان احنا ما بنستقبلش تليفونات ولا موبايلات ولا واتساب ولا الكلام ده أكيد بعد الحلقه. انا بعذر الناس في النظام بتاع البرنامج بتاعك. ما هو بس عشان ايه بنطلع شغل صح زي ما نقول. طيب ان هي بتطلب انها تجيلي وكده، ان شاء الله ننجح معاك لان احنا كشفنا غالي قوي، يعني تقريبا 1200 جنيه الكشف بس. وكون مش هنجح معاكي على مستوى الهوا يبقى هنحتاج 7-8000 تاني. يبقى من الافضل على الهوا. من الافضل اصبروا معايا وانا مش عايز حد يجي لي. تمام. واخد بال حضرتك يعني ما بارك الله فيك ده انت يعني انت لا اصل هم هيتصلوا وبعدين الموضوع بيبقى صعب ادام انا عارف اللي ما نجحتش مع الهوا هيكلف كتير قوي. هيكلف جامد. 7-8-9-9-10-10,000 والاخر يقول لك ده مش عارف ايه. هم ينتهزوا الفرصه. صح. هو ينتهز وان شاء الله نحاول ربنا يكرمنا. طب هي موضوعها ايه بقى يا سيدي؟ ان السكر متأرجح عندها يعني يوصل ل 200 وينخفض لحد 70-72-73. ارجحة السكر ده له اسباب كتير قوي مع الانسولين بالذات. في كمان حركه مش ظريفه قوي عندها انها خست، كانت 100 كيلو ربما عملت ريجيم بقت 80 وربما عملت ريجيم بقت 73. فكون انها بتخس والسكر عالي ده علامه مش طيبه. من 100 ل 73. لان هي لو عامله ريجيم كان السكر ما يعلاش. صح. طيب هل هناك، هي بصراحه محتاجه تحاليل كتير، محتاجه يعني شغل كتير قوي يعني. طب انا اساعدها ازاي عشان ما نكلفهاش وتيجي من بعيد؟ بس احنا لازم نصبر مع بعض 2-3 شهر وتتصل تاني. 15 وحده انسولين تاخدهم يبقوا كافيين للنوع الاول اللي هي بتقول متشخصه بيه من 32 سنه. دي جرعة بسيطة قوي قوي على سنها. طب هي بترجع لها ليه؟ لان ما بتاخد اكتر من كده السكر بينخفض دون 80 او 90، بينزل. تمام. طب ازاي نعالجها؟ 73 كيلو انا ما عرفتش طولها للاسف قد ايه، بس لا. بالنسبة للسيدات في مصر يعتبر وزنها نحيفة. مالكش دعوة انت بالانجليز بتوعك ولا بالفرنسيين. 73 وصلت 73 مش بمزاجها. لا شكلها مش بمزاجها عشان كده مشكله. لو بمزاجها يعني هي بتاخد كويس. جرعات اقل. هل صح. ممكن الناس دول يحتاجوا انسولين اقل؟ لو حصل مشاكل في الكليتين، مشاكل في الغدد الصماء اللي هي كانت اتكلمت عليها بعضها، فطب انا هعمل لها ايه دلوقتي؟ انا احاول اغير نوع الانسولين وندي جرعات بسيطه على 3 مرات، ما قداميش غير كده. تمام. فتاخد حاجه اسمها هومولوج 100، 10 وحدات قبل كل أجلة. هومولوج 100 ده بنفس الثمن يا دكتور؟ لا أغلى. أغلى شوية. واخد بالك؟ نمرة 2 تغير مكان الحقن الحالي. يعني هي تحقن مثلا لو كانت بتحقن في دراعاتها وفخدينها مثلا أو كده تغير يبقى ببطنها. ما تديش حقنة في مكان حقنة قديمة. وتخليها على بقية الدواء زي ما هو وتتصل بنا بعد 15 يوم. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. نقدر نجاوب على الأستاذة دعاء من الشرقية بعد الفاصل يا دكتور؟ اتفضل يا فندم. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا يا دكتور. احنا كنا بنتكلم في الحاله الثالثه يا فندم. احنا كنا بنتكلم في الحاله الثالثه. استاذه دعاء من الشرقيه 27 سنه صديد في البول حوالي 100 والام في الجنب اليمين وصداع ووش في الاذن اليمنى و طيب دي حالتها. بص يا سيدي، تقريبا كل الستات مع الحمل بيجي لهم التهابات في المسالك البوليه. تمام. وتحديدا في حوض الكلى. وتقريبا مرضى السكر كلهم عندهم التهابات برضو في المسالك البولية. لو يبقى عندي وقت اشرح لك ده ليه وده ليه. بس عشان احنا دلوقتي في موضوع ست حملت مرة ولدت وبعدين حملت تاني وبترضع. اظن دلوقتي طفل عنده 6 شهور. اثناء الحمل في هرمونات بتطلع اسمها البروجسترون. تمام. هرمون البروجسترون ده
ربنا خلقه أساسا عشان يخلي الرحم مرتخي. فالرحم يرتخي ليه؟ عشان يستوعب الجنين اللي هو بيبقى قبل الولادة بالمية اللي حواليه 10 كيلو. فعشرة كيلو موجودين، خد بالك شيل، شوف انت شايل بقى قربة مية 10 كيلو. يعني 10 لتر مية، خد بال سيادتك، تمام. نص جالون يا فندم، الجالون 20 لتر مش كده، لا الجالون 4. الجالون الجالون 4، الجالون 4، لكن الصفيحة الكبيرة اسمها 20، مش عارف انا الوحدة ايه، انا ناسي. تمام. فانت بتشيل حضرتك تقريبا 10 كيلو هي جوه بطنها، فلازم الرحم يبقى مرتخي. لو شد تولد ممكن في الثالث في الرابع في الخامس، ودي الحقن اللي بيسموها حقن تثبيت، هي بروجسترون في الاساس. تمام. طيب البروجسترون ده هيشتغل على الرحم بس؟ لا، بيشتغل كمان على الكليتين وعلى الحالب وعلى المثانة، كله ده بيرخرخ. فتلاقي الحالب واخد بالك بقى واسع، والحركة بتاعته قلت لانه مرخرخ زي الرحم. تمام. البول بدل ما بينزل النقطة بتنزل في ثانيتها، بتتركن، بتاخد وقت، بتتركن، لا بتتركن. بتتركن خالص. ربنا حاطط قاعدة سبحانه وتعالى، الماء الراكد لازم يتلوث، بول راكد جوه الجسم يتلوث، صفرة اللي هو السائل الصفراوية، العصارة الصفراوية اللي بتطلع من المرارة تتركن، يطلع حصوات فيها والتهابات، مشاكل. اللعاب تحصل حتة حصوة صغيرة ولا حاجة في القناة اللعابية، تلتهب الغدة اللعابية ويطلع فيها خراج، وهكذا. وقس القناة الدمعية تتسد او تتقفل او تتعمل، مشكلة، يحصل التهابات ودمامل وخراريج. الاذن نفس القصة، صح. دي قاعدة. فيحصل ان عملية نقل البول وسرعته في حالب المرأة الحامل يقل، وبالتالي تبدأ البكتيريا تنشط. فهنا المفروض الدكاترة اللي بيتابعوا الحمل او الست لوحدها، اول ما تحمل تروح تعمل تحليل بول. وتحليل البول هنا لازم يكون الصبح، العينة بتاعت الصبح، وبعدين في نص الحمل، وفي النص التاني والتلت التاني من الحمل، واخر قبل الولادة وبعد الولادة ب3 شهور. ده تحليل بول كلام فارغ. تمام طبعا. وبعدين احنا عاوزين ايه؟ تحليل بول عادي تحت الميكروسكوب ب20 جنيه مثلا ثمنه. تمام. خبر حضرتك، لقينا صديد زي الست دي، نعمل مزرعة وحساسية اللي هي عملتها. طب هي ما مشيتش على المزرعة والحساسية، انا اعمل ايه؟ هي هتعيد دلوقتي تاني تعمل مزرعة وحساسية للبول وتكلمنا. تمام. ساعات تطلع المزرعة والحساسية احيانا مضادات حيوية معينة، انا التزم ببعضها واضيف من عند بعضها. هقول لك ازاي. ممتاز. يعني احيانا يطلع مضاد حيوي بالمزرعه، لكن المضاد الحيوي ده لوحده مش هيشتغل كويس غير لو انا ضفت له مضاد حيوي من بره. ودي الغلطه اللي بقى فيها الدكاتره، ده اساتذه مش دكاتره بس، ان انا اضيف مضاد حيوي مساند للمضاد الحيوي. بمعنى ايه؟ المضاد الحيوي اللي جوه الرباني قصدك؟ لا لا، من بره. يعني انا مثلا دلوقتي عملت مزرعه، تمام، فطلع المزرعه البكتيريا اللي موجوده اللي احنا زرعناها، تمام، حساسه لمضاد الحيوي اسمه علي. تمام. انا بضيف مضاد حيوي تاني اسمه مصطفى، مختلف من عندي مع انه مش موجود في المزرعه. ليه؟ لان اما المضاد الحيوي اللي طالع في المزرعه مش هيشتغل لوحده، لازم اضيف له واحد تاني بتسنده. او ان المزرعه في بعض الانواع، بلاش كلمه بكتيريا، اسمها كلاميديا ومش عارف ايه، ما بتبانش في المزرعه، ما بتتزرعش اساسا، ولكنها ملاصقه لبعض الامراض البوليه. فانا بذكائي اروح حاطط الدواء اللي هو ما بيطلعش في المزرعه، صح، بتاع البكتيريا، مش البكتيريا اسمها كلاميديا، بنسميها تيبيكال بكتيريا، مش عارف بالعربي يعني ايه، واخبار حضرتك. تمام. فانا لازم اكون عندي الفطنه والكياسه ان انا مش هتعامل معمليا فقط، هي هتعيد التحليل واتكلمنا وان شاء الله انا اجاوبها. تمام ان شاء الله. طيب معانا اتصالين تاني، استاذه سميه وام وليد. ناخد الاستاذه سميه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. سلام. الحمد لله. اتفضلي اتفضلي يا استاذه سميه. الدكتور والله اتفضلي.
موافقه للدكتور، بس ان انا عندي السكر بقالي النهارده 22 سنه ومسبب لي رجلي منمله خالص الاثنين، وكان داخل في رجلي مسمار وكده سبب لي قرحه، وانا مش لاقي لها علاج بصراحه. كل ما طب لو سمحت يا استاذه سميه توطي التلفزيون بس شويه كده وتتكلمي من الموبايل، اسمعي من الموبايل. نعم وطي التلفزيون شويه لان احنا سامعينه. ماشي حاضر شكرا. هي سنها كم سنه يا اسامه؟ هي لسه ما قالتش السن. سن كم سنه؟ عندك كم سنه يا استاذه سميه؟ عندي 59 سنه. 59 وزنك كم كيلو يا ست سميه؟ وزني 120. حضرتك متجوزه؟ نعم متجوزه يا فندم؟ سامع حضرتك والله. متزوجه؟ متزوجه؟ متزوجه وجوزي متوفى. ايه؟ متزوجه وايه؟ وجوزي متوفى. ما انا بسال عشان متوفي. انا طيب. ده سؤال ذكي يا اسامه عشان انت استغربت ان انا بقولها متجوزه. انا عاوز اقول لها الزوج موجود بس ما يصحش اقولها اعلاميا. اكيد لا بس طالما المصلحة المريضة معلش بس ينفع ان انت حضرتك واحد يكلمك يقول لك الزوجة موجودة ولا يقول لك متزوج تقول له مش متزوج بس الزوجة مسافرة اكيد ولا ايه مسافرة خالص الله يرحمه ويحسن اليه امين يا رب. يعني سيادتك الوزن بتاع سيادتك 120 كيلو 120 والسكر بيطلع الصايم كام يا فندم؟ السكر بيطلع صايم 180 190 واللي بعد الاكل؟ فاصل يطلع 250 بعد الاكل؟ بعد الاكل بعد الاكل. طيب حضرتك بتاخدي علاج ايه؟ نعم بتاخد انسولين ميكستارد اللي هو 100 وحده ميكستارد. بقالك قد ايه بتاخدي الانسولين؟ بقالي 22 سنه. الجرعه قد ايه يا فندم؟ نعم بتاخدي قد ايه انسولين في اليوم؟ باخد الصبح 50 وبالليل احيانا 30 يعني 80 في اليوم. قبل ما تاخدي الانسولين كان وزنك قد ايه؟ لا قبل ما اخد الانسولين انا كان وزني حوالي بتاع 160 كيلو، وجيت عملت عمليه شلت شحط دهون من على بطني حوالي بتاع 40 كيلو كده، وحاليا دلوقتي انا ما فيش بطن بس فيا وجعتي مليانه. مين اللي عمل لك العمليه دي حضرتك؟ وجعتي تجري. نعم مين اللي عمل لك العمليه اللي شال 40 كيلو وسبب فخادك واكتافك وظهرك كله تخين؟ اللي عمل لي الدكتور شال لي من بطني، كانت بطني كميه جامده ومدلدله. وهو هو سيادتك يعني ال 120 دلوقتي احنا شلنا 40 من البطن، ما المفروض الفخدين عازف فيهم كمان 20 25 فيهم يعني. يبقى الشكل غريب جدا يعني. ده كان ماشي حاضر. على المهم الكلام ده من كام سنه شلت الدهن ده؟ 2004 من 16 سنه سيادتك. طيب بقى قبلها انت خدت انسولين ليه بقى؟ ما انت شلت 40 كيلو من بطنك سيادتك. ما هو انا السكر بيزيد. كنت بتاكل كويس بقى؟ كنت باكل كويس. طيب من ساعتها ما زدتش تاني، يعني انت ثابته على ال 120. صح؟ ايوه. طيب وعندك التهاب في الاعصاب الطرفيه؟ يعني تنميل وخذلان وحرقان؟ عندي التهاب في رجلي الاثنين. لما بدوس على مسمار مش بحس بيه، بتعور مش بحس بيه. ورجلك متعوره دلوقتي يا فندم؟ نعم رجلك متعوره حاليا؟ حاليا دلوقتي رجليا من سنتين دخل في رجلي مسمار، وسبت لي الصبع اللي جنب الكبير فيه سوسه وكده، المفروض الدكاتره كانوا عايزين يفرقوا لي بس بترشي سايباه انا دلوقتي برضه، بس ازرق هو كده، لكن من فوق من الشوشه من فوق كده الدم احمر فيه، ده اللي مخليني اللي انا مش عايزه اغيبه. سبب لي قرحه من تحت لمؤاخذة من رجلي وكده، حاليا القرحه دي بقى لها بتاع 6 شهور 7 شهور ما بتقفلش، بس اليومين دول بدات تلم يعني. كويس الحمد لله. طيب اوكي الف سلام عليك. شكرا شكرا استاذ سمية. خليكي مع الدكتور. احنا كان عندنا اثنين ولا مواليد؟ احنا يبقى الثالثه دي؟ لا احنا كده الثانيه. الثانيه اتفضل. كده ام وليد السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام وليد اتفضلي. يخليك. من سوهاج اتفضلي. ايوه ايوه استاذ حسام. اتفضلي يا ام وليد. انا عندي استاذ حسام من 15 سنه. عندي ايه؟ عندك ايه من 17 سنه؟
عندك ايه؟ عندي سكر. سكر سكر ماشي. من 15 سنة. 15 سنة. ودلوقتي السكر النهارده انا صايم 67. تمام. حللت فين؟ السكر صايم 67. حللت فين؟ حللت اللي هو التحليل اللي في الصيدلية. لا يعني انت حضرتك انت نزلت من البيت الساعة كام؟ نعم؟ نزلت من البيت الساعة كام؟ نزلت ازاي؟ نزلت الساعة 12 الظهر. لا بقول لك ايه، احنا هنطول معاكي عشان حالتك يعني ايه تاخدي حقك. اقفلي التلفزيون واسمعينا من التليفون لو سمحتي. حاضر. وطي التلفزيون يا ام وليد. التلفزيون بيدي الصوت متأخر. اكو متأخر. لا صح ثواني اتكلم واخلص وانا بقى بعد كده اقعد يعني اكيد هتعب يعني. نعم. بقول لحضرتك انت دلوقتي حللت النهارده الساعه 12 الظهر صح؟ الماء في الصيدليه ولا في معمل؟ في الصيدليه. المسافه بين البيت والصيدليه قد ايه؟ 5 دقائق. مشيتي 5 دقائق يعني حوالي 400 متر. نعم. ما علينا. كنت صايمه ولا واكله؟ كنت صايمه. وطلع حاجة و70؟ لا 67. 67 ماشي. ده السكر محروق. بتقول ايه؟ سكر محروق. محروق. انا كنت كلت بيض الصبح بس وبعد كده خدت العلاج. مش فاهم. بتقول ايه؟ كلت بيضة وبعد كده خدت العلاج. ده بعد ما حللت؟ باخد بلسام جيلك بعد التحليل. يعني انت حللتي وبعدين اكلت بيضة؟ لا اكلت بيضة الأول. يعني انت ما رحتوش صايمه، انت اخدت بيضه وخدت العلاج بس بيضه واحده من غير عيش ولا حاجه. موافق. خدت العلاج ايه ساعتها الصبح؟ خدت الصبح بعد قبل ما اكل البيضه. خدت ايه؟ خدت برشام العلاج جلوكوفاج. جلوكوفاج جلوكوفانس جلوكوفاج. ب 1000 مللي. خلاص وصلت 1100. خلاص ماشي. جانوميت. نعم. ما علينا 1100 يبقى جانوميت. ولما كان في فترة يا دكتور بتلاقي السكر 180 200. طيب السؤال ايه اللي انت عايزاه منه؟ السؤال السكر ليه صايم 67، كنت دايخة وعندي صداع ودايخة من امبارح. طيب اوكي. بتاخدي علاج في علاج تاني للسكر غير اللي انت قلت لي عليه ده بتاخديه؟ لا باخد برشام حبايه كل صبح. اسمها؟ من 1000 مللي. اللي هي ال 1100 دي. 1000 مللي بتشم واحده حبايه الصبح. طيب حاضر. الف سلام. نسال على سنها. هي وزنها كم سنه؟ انت السن كم؟ كم سنه؟ كم سنه يا ام وليد؟ 59. 59. 59 النهارده؟ ووزنك قد؟ الوزن 90. الوزن 90. طيب. طيب تمام. شكرا. شكرا. طب ناخد بس انت تفكر. ماشي. استاذ رحاب السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا استاذ رحاب. حضرتك انا عندي 22 سنة. تمام. وعندي السكر بقى جايلي من سنة ونص كده أو سنتين. تمام. على طول وكان عندي في الحمل عالي قوي في الحمل لما جيت كمان كان عندي عالي قوي. كان وصل ل 400 وكنت باخد أنسولين. بعد اللي بدأت الأنسولين بقيت ماشية على الاستوفاج. بس على طول بحس بالدوخة بقى أو على طول دايخة. اخد 16 يعني انت بتسمعينها من التلفزيون ولا من التليفون؟ تليفون. برافو عليك. سنك قلت لي كم؟ 22. متجوزه بقالك قد ايه؟ 30. والطفل ده سنه قد ايه دلوقتي؟ نعم. الطفل سنه قد ايه؟ 9 شهور. بترضعي؟ السكر جالك اثناء الحمل ولا بعد الحمل؟ لا هو قد الحمل بكام شهر بس زاد قوي بقى في الحمل ده وصل 400 وكان بيوصل 450. قبل الحمل كان بيطلع أمتين. طيب قبل الحمل كان بيطلع كام السكر؟ كان بيبقى 240 كيلو قوي. ادوك علاج ايه الدكاتره؟ نعم. قبل الحمل خدت علاج ايه؟ قبل الحمل كنت ماشي على علاج كانوا مديني برضه 500 بس ما كانتش تعمل معايا حاجه. في الحمل مشيت على طول الحمل على الانسولين. بعد الولاده مبطله الانسولين باخد 850. طيب ايه الشكوى حاليا؟
على طول دايخه، ولو الاكل قللته الاقي دوخه والاقي عيني مزغلله. طيب هل الدوخه والزغلله دي لها علاقه بانخفاض السكر مثلا؟ اه لما سكري بيبقى وصل معايا جهاز البيت بقيسه بيبقى مثلا 200 او 100 وحاجه مثلا كده، بيبقى الدوخه دي لما شكلها كويس. لا يعني انت وقت الدوخه بتقيس السكر تلاقيه 200 صح؟ يبقى اذا مفيش انخفاض سكر في الوقت ده. طيب في ايام ما كانش فيها دوخه؟ في ايام بتاخدي العلاج وما كانش فيه دوخه ولا على طول الدوخه موجوده؟ لا لما باخد العلاج مبقاش مخططه كويس، مفيش دوخه. مفيش دوخه لو خدت العلاج، مفيش دوخه. يعني انت لو خدت الجلوكوفاج مفيش دوخه؟ بس انت بتقولي لي باخد الجلوكوفاج وسكري بيبقى 200 وعندي دوخه. هو انا باخده وسكري عالي اصلا. بالسلامه يا اسامه. قولي تاني كده يا استاذ رحاب. باخد الجلوكوفاج بس برضه سكري عالي يعني. الصوت وحش يا جماعه، من عندنا ولا من عندهم؟ لا الشبكه. غير المكان يا دو يا رحاب. طب خليك معانا واحده واحده بس. الجمله الاخيره دي قلتي ايه؟ الجلوكوفاج برضه سكري. اه الصبح ب 350 والدوخه موجوده صح؟ اه لكن مش معظم من الاوقات كده. انا عايز انسولين ولا خلي ولا عايز معظم الاوقات. وزنك قد ايه يا استاذه؟ ايه؟ وزنك سمع. الوزن ووطي التلفزيون، احنا سامعين التلفزيون عندك يا استاذ رحاب، معلش عشان الوقت بس. لا ده المسجد. الوزن 95. طيب اتفضل. الوزن 95 95. طيب يعني انت في مجملك السكر عالي يا رحاب صح؟ في مجملك السكر عالي 400 يعني انخفض مثلا تحت ال 120. طيب انفصل. طيب احنا عندنا ثلاثة، فكرني بقى. ناخد الاول دول اخر ثلاثة ولا ايه؟ اخر ثلاثة عشان الوقت. يعني احنا كده خلصنا؟ خلاص. قدامنا قد ايه عشان اظبط الاجابة؟ يعني لو كل اتصال ممكن لو دقيقة اخلصهم، ممكن لو ساعتين اخلصهم. ناقص دقيقتين ونص. بجد؟ بتتكلم بجد؟ دقيقتين ودي اختيام ماشي. طب ده طيب. احنا دلوقتي معانا استاذه سميه ام وليد منصاج والاستاذ رحاب. ناخد استاذه سميه. عباره عن ايه؟ 59 سنه، الوزن 120. دي بتاعت العمليه واللي عملت شالت الدهون. 2004 40 كيلو. أيوة. رجل منمله وقلبت بقرحه وعندها الصابع. بس كانت بتاخد علاج ايه بقى؟ انا نسيت الحقيقه. دي كانت بتاخد هو نفس اللي كله. لا لا العلاج شفته هنا ازاي يا استاذ؟ خدت انسولين اما عملت العمليه انسولين. 2006 انسولين صح. انسولين مكتوب انسولين صح. وعندها تنميل وخذلان والجروح ما بتروحش. تمام. يعني هنضطر نكمل على الانسولين وتاخد دواء معاه اسمه نوفو نورم. 1 مللي جرام حبايه قبل الاكل 3 مرات مع الانسولين. تمام ان شاء الله. ده بالنسبه للاستاذ سميه. ام وليد 15 سنة سكر، الصايم 67، الفطر بيوصل ل 200، 59 سنة، الوزن 90. بتاخد علاج برضه؟ أظن دي اللي بتاخد 50,000 ولا هي؟ مش هي. دي اللي كان بيجي لها دوخة. لا ده الأخيرة اللي بيجي لها دوخة ولا لا؟ دي 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 أم وليد من سوهاج، بيجي لها دوخة وصداع. ايوه. والصايم كان عندها 67، والفاطر بيوصل من 180 ل 200، الوزن 90. طيب هتوقف. السن 59. بس اظن كانت بتاخد حسام جلوكوفاج، قصدي جلوكوفاج 850 حاجه زي كده. ممكن نوقف الجلوكوفاج وناخد حاجه اسمها جانوفيا حبايه قبل الفطار كل يوم ونشوف الوضع ايه. طيب عشان ما نظلمهاش في الربع دقيقه الاستاذ رحاب. قول يا سيدي. الاستاذ رحاب ال 22 سنه، سكر من سنتين كان بيوصل ل 400. دي بتاعت الحمل. 9 شهور. دي بتاعت الحمل. وزن 95 كيلو وفي زغلله في عينيها لا السكر عالي على طول. هي دي برضو ما اعتقدش ان هي هتبقى، هي عايزه تعمل ريجيم مع الدواء اللي بتاخده وتخسي لي 5 كيلو وبعدين نتكلم. تمام كده. عشان بس ان شاء الله تتصلوا بينا. تمام. لان السكر عالي على طول. تمام.
احنا بس بنعتذر ان احنا ما بنكلمش ناس معلش على التليفونات ولا على الواتساب ولا كده كل المشاهدين عارفين ان معلش حقوا علينا يعني فعلا التكلفه بتبقى عاليه وتفضلت مشكورا لا ما يجونيش لان الحاله اللي مش عارف اعالجها على الهواء هتبقى غاليه هتكلف كتير هتكلف تكلفه جامده نعم. دكتور محمد اشكرك العفو يا حبيبي اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت ميديسن نشكركم لحسن الانتباه والمشاهده ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس وإلى لقاء آخر بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.